تلفزيون اليعسو بالورقي 2021 موسم الحلقة الأولى 22 من آب أغسطس 2021. أسلوب حياة ثري جزء لا يتجزأ منه ولن يعرف أي نمط حياة آخر. على العكس من ذلك، فإن حياة الفقر جزء لا يتجزأ من دودلي منذ ولادته. نوع أسلوب الحياة الذي كان يعرفه كان يتيماً. لم أتجه نحو أي من الاتجاهين، الرفاهية أو الفقر. في التاسعة دخلنا وشقنا طريقنا نحو النوافير المركزية، حيث من المفترض أن زملاءنا الآخرين في الفصل ينتظرونا. الكثير والكثير من الطلاب والمرافقين وموظفي الحديقة يتجهون في كل اتجاه. هرع الجميع إلى مكان ما. جاء هرج من الضوضاء من كل اتجاه أيضا. تحسنت ظروف الأرصاد الجوية بشكل إيجابي. غمر ضوء النهار الأكثر إشراقاً الآفاق مع ارتفاع درجات الحرارة عدة درجات. تنتشر السحب البيضاء المنتفخة في جميع أنحاء سماء الصباح المتأخر. دار زفير في كل اتجاه. داسنا على الممر الخشبي للمنصة جنباً إلى جنب مع الأخرين. تجاوزت أصوات الخطا كل أنواع الضوضاء الأخرى. اندلعت أصوات الضحك من الغالبية العظمى من المشاركين. ساهم كل طالب ومرافق وموظف بشيء أو بآخر في الضجيج العام الذي يصم الآذان. وصلنا إلى النوافير المركزية. هناك كان زملاء الدراسة ينتظرون. حللت الفتيات محتويات الهاتف الذكي لبعضهن البعض ورافقهن ابتسامات واسعة. كانت وجوههم تضحك بصوت عال. وقف الأولاد مكتوف الأيدي مع تعابير الوجه الحائرة. وبمجرد وصوله إلى هناك استقبل دادلي قائلاً: يمنحك رئيس سياتل البركات. الفتيات لم يعترفن بنا أولاد. يتم لصق نفسهم على شاشات الهواتف الذكية لبعضهم البعض. كان من الممكن أن تسقط السماء ويمكن أن تتوقف الأرض عن الدوران وستستمر في المضي قدما. لم يكن لهم أي شيء آخر. كان الأولاد يرتدون سراويل السباحة والقمصان ذات النعال للأحذية. باستثناء دودلي وآخرون لديهم قصات شعر قصيرة. ثم ظهر من بين شوكة الحشد مرتديا دنة قصيرة بشعر قصير مموج ونظارات سباحة بيتر ستو، مزيج من الأسود والأبيض والعظمى وطويل القامة. لقد أطلقنا عليه اسم حمامة البراز. لقد كان طالبا مديرا منذ الصف السادس. لم يتطوع أي شخص آخر لذلك. أحبه موظف إدارة المدرسة، لكن بين أقرانه كان ستوب محتقرا. لقد لعب دورا في الواقع كمسؤول في المدرسة حتى عندما لم تكن المدرسة في الجلسة. لقد أجرى تصحيحات على الجميع. صرخ ستوب طالب مدير على ظهر السفينة. ابتعدت الفتيات عدة أقدام. لقد تحركوا في انسجام ودون انقطاع في مساعيهم الجارية. لقد عبرنا عن انزعاجنا ثم تجاهناه تماما. مشى إليهم ووقف أمام دودلي. هو ودودلي في حناجر بعضهما البعض منذ منتصف العام من الصف السابع. اليتيم دودولي، أنت لست مستثنى من بي تي اي، قال. رد دودلي بإهانة أنه يعرف نيته. فأجاب: والدتك، والدتك، والدتك. ثم تدحرجت عيون الحمام البرازي. ماذا يعني هذا حتى؟ قال دادلي: اسأل والدتك. سألته: لماذا أنت هنا؟ ستوب، المدرسة لم تبدأ بعد. صاح كيم بيتر ستوب بلا أمة. توقف عن التجسس على الناس. كيم ترانغ فيتنامية ذات بشرة بنية فاتحة، نحيفة وطويلة وذات وجه جميل وشعر أسود طويل مفرود. لقد استغرقت وقتا بعيدا عن الشراهة على وسائل التواصل الاجتماعي لفترة كافية لتوبيخ ستول كيبيون.
يحسب لام كيم أنها تمكنت من فصل نفسها عن شاشات الهواتف الذكية لعدة دقائق ونجت. أربع فتيات جميلات أخريات في الصف الثامن يحدقن في ستوب بازدرائي. قالت ميغان والبرج بتعبير منزعج على الوجه أبتعد. بشعر أشقر وعيون مزرقة، كانت ميغان من النوع الرياضي. كانت نحيفة وطويلة، ربما تكون أطول الفتيات في الصف الثامن. انزلق ستول كيديون عدة أقدام نحو كيمين وميغان وفتيات أخريات. لقد وقف أمامهم ووضع كلتا يديه على ورقه، ثم قال: حسناً حسناً، انظر إلى ما حصلنا عليه هنا. أكثر وسائل التواصل الاجتماعي شيطانية علقة على هذا الجانب من المسيسيبي. ركز على كيم وقال: كيم، ماذا يمكنني أن أقول عن فيتنام ولم يقله قدام المحاربين الأمريكيين في حرب فيتنام سوى أن رائحتك تشبه كما لو كنت تعمل في أسواق السمك؟ تأوهت كيم ثم قال: بلا أم قرد يتحدث. دحرجت عيون الحمام البرازة ثم ركزت على ميغان. قالت ميغان: والبرغ، كم عدد الزوجات التي تسمح كنيسة المورمون لوالدك بالحصول عليها؟ أظهرته ميغان إصبعه الأوسط ورافقه دحض صاخب: اذهب وساعد أبقارك اللبنة. تلتفت عيون أخرى. بعد ذلك ركز ستوب على أنطوانيت ثم قال: أنطوانيتو، طالبة متوسط الحدودي، يمكن للقرود أن تتهجت أفضل منك. لقد أخطأت في تهجئة أسمك. مد أنطوانيت لكمة على أنفه لكنه أنحنى. فقالت له: قرد قبيح، وجه مثل وجهك يجعلنا نتمنى أدوات الإجهاض المحمولة. أنطوانيت جاكسون، بشرة فاتحة ذات شعر أسود طويل مموج وملامح وجه جذابة، وقفت منتصبة عند 5 قدم 2 بوصة. التالي على رادار ستول كيبيون، كابتن فريق كرة القدم والكرة الطائرة ليا لوينسكي، بيضاء، وقفت منتصبة في 5 قدم 4 بوصة، شعر أسود قصير، ملامح وجه لطيفة ومرفقة بعيون عسلي. قال بيتر: عين ليا كابتن كرة القدم والكرة الطائرة. أضف هذا إلى سيرتك الذاتية كابتن الفرق الخاسرة. حاولي الفوز بلعبة واحدة على الأقل هذا الموسم. أعطته ليا إصبعها الأوسط وقالت: وجهك مناسب لحملات تحديد النسل. رد ستول كيجيون: كان من الممكن أن أكون والدك لأربع فتيات، لكن الخطوط طويلة جداً. تراجع مرة أخرى وواجهني. صرخ دودولي في وجهه: والدتك، أمك. أولا، واجه ستوب البارون، عينه اليسرى مغمورة عينيه، ثم قال: هل مسحت مؤخرتك بورقة $100 هذا الصباح؟ رفع البارون قبضته اليمنى عند ستوب، قال: لا، فعلت البارحة. قال: المليونير يدفعون ضريبة صفرية؟ عار عليك وعلى أصحاب الملايين الأخرين. لقد دفعت ضريبة على 6 عبوات من الصودا العامة الأسبوع الماضي، أكثر مما دفعته شركة دوكي إستيتس للعقود العديدة الماضية. قام البارون بلكمه لكن ستوب تهرب منها. بعد ذلك واجهني ستول كيديون. تأوهت عليه ثم قلت: أي تعليقا على ثيدا؟ سأقفز من حلقك وأطرح كليتك. علامة اقتباس مزدوجة.